بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية. بتكلم بقى عن حاجة بسيطة خالص كده في 3 4 دقايق، بس ما بحبش والله، يعني مش عايز أحطها في كل حاجة بحطهاش، يعني ممكن كنا لمينا الثلاث أحماض في فيديو واحد، ولكن المشاكل بس إن الإخوة دايما بيتكلموا في ما تطولش، وأنا واقف بخطب بخطب انا صلاة الجمعة، يعني ما تطولش، يعني انت ما اقفل الفيديو بعد شوية كمل، ايه المشكلة؟ يعني ما فيش اي مشكلة خالص، ما انا مش بخطب، يعني عيب انك تسيب المسجد وتطلع، يعني انا مش بخطب جمعة، فاهمني؟ فعادي يعني انك تطلع وتنزل براحتك خالص يعني، اوكي؟ المهم يعني بتكلم عن حمض السلفريك اسيد او حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك الرمز الكيميائي بتاعه ايه؟ الرمز الكيميائي بتاعه H2SO4، تمام؟ تمام. هل يجوز ان انا استخدم حمض الكبريتيك في تغذية النبات؟ طبعا يا عم يجوز. ما يجوز ليه؟ طبعا 98% التركيز بتاعه اسود اللون، بتلاقوه في مصر. الحمض الكبريتيك بنوصي باللي هو يستخدمه يكون حذر جدا جدا، لان ساعة ما بتم وضعه في المية بيتفاعل معاها جامد، وبيطلع ابخرة. الابخرة دهيت دايما يعني بتكون فيها مشكلة على الجيوب الانفية لو استنشقت الحاجات دهيت. المهم يعني برضو حمض الكبريتيك قلنا برضو هو قصته البي اتش، وده حمض طبعا شديد الخطورة جدا جدا جدا. بيخفض لي البي اتش لدرجة غريبة الشكل يعني، وبسرعة فائقة. التركيز بتاعه زي ما قلت بيبقى 98%. الاغراض بتاعته ان انا بستخدمه ك رقم واحد كتنظيف للنقاطات، ده بيجيب من الاخر بصراحه في قصه النقاطات. بس حضرتك لو عندك موتور المروحه بتاعته زهره او حاجه، ما عندكش فنشوري اللي هي المصدر اللي هينقل لي من التانك اللي انا دوبت فيه العنصر وحط الشبكه بتاعه الري بالتنقيط، لو ما كانش عندي المصدر ده هو كويس هيبدا يعمل لي مشكله في الاواني على الاستخدام الكتير. على فكره مش مره في الشهر يعني هيبوظ الموتور، لا طبعا الكلام ده مش موجود. دي حاجه. الحاجه التانيه برضو ان انا بستخدمه مع كميات ميه كبيره عشان التركيز بتاعه يكون خف، وبالتالي ما يعمليش مشاكل في قصه الاواني اللي انا بستخدمه فيها، اللي هي بتاعت الاواني اللي هي عراي اخواننا السعوديين حق الحقن، تمام؟ ف يعني بكون حذر في القصه دهيت بالذات. حمض الكبريتيك بالاضافه ان هو عنصر هام جدا جدا للعنصر الكبريت، واحنا عارفين الكبريت من العناصر الكبرى، وبالتالي بيحتاجوا النبات بكميات كبيره، بالاضافه ان هو كده، بالاضافه ان هو بيقلل لي البي اتش بتاع الارض بتاعتي، وقلنا البي اتش للمره 3 مليون ان هو الحاكم الاول والاخير عندك على قصه العناصر الصغرى في النبات، بيحكمها حكم جامد يعني ما عدا المولبدنم زي ما قلت كذا مره، تمام؟ طيب حمض الكبريتيك بستخدمه بمعدل برضه في حدود 3 كيلو للفدان، ما فيش اي مشكلة خالص. ممكن لو استخدمه في البيوت المحمية، ممكن البيت ال 1200 في حدود 600 او 500 جرام، ما فيش اي مشكلة خالص فيه، هتلاقي الدنيا ماشية معاك زي الفل. يا ريت بستخدمه يا جماعة في بداية الري، وبضيف بعده العناصر اللي انا هضيفها، بحيث ان هو في بداية الري زي ما قلت في الحمض بتاع النتريك، ان هو في بداية الري بينزل لي رقم البي اتش، بنزل العناصر بعده على طول، فالدنيا بتبقى معايا زي الفل، الدنيا بتبقى معايا زي الفل، بحيث ان العنصر بينزل يلاقي الحموضة منخفضة، وبالتالي بتلاقي ليه يسر جامد، والامتصاص بتاع النبات بيكون سريع ليه، والكمية كمان الممتصة بتكون مرضية إلى حد ما، تمام؟ نتيجة لأن هو قلل لي رقم البي اتش بتاع التربة، تمام؟ طيب بالنسبة لحمض الكبريتيك، طبعا هو رقم واحد قلت في التنظيف بتاع العناصر، في التنظيف بتاع النقطات. طيب في حاجة مهمة جدا في حمض الكبريتيك،
دايما بنقول دايما احنا كبتوع تغذية او بتوع اراضي، جماعة حمض الكبريتيك مهم جدا 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 للاراضي الكلسية، الاراضي الكلسية اللي هي بتحتوي على كمية عالية من الكالسيوم كربونيت. بيعتبر حمض الكبريتيك ده مهم جدا، انه بنزل لي رقم البي اتش بتاع الاراضي الكلسية، واللي هي بتعمل لي قلق في حاجتين. الحاجة الأولى إنه بيعمل لي عملية في الأراضي الجيرية، إنه بيستحيل الفوسفور، في حاجة بيسموها استحالة الفوسفور، يعني العنصر الفوسفور لما بيضاف بيحول للصورة الثلاثية وما بيمتصوش النبات، ودي مشكلة. فحمض الكبريتيك بيعتبر السحر اللي أنا بضيفه للأرض ديت، فبيقلل لي إلى حد ما من القصة بتاعة البي اتش، وبالتالي الفوسفور يقدر يشتغل في الأراضي الجيرية لو ضفته في شكل حمض فوسفوري. تمام. الحاجة التانية والمهمة برضو العناصر الصغرى، قلت العناصر الصغرى حديد ومنجنيز وزنك وبورون، دي مشكلتها برضو في الأراضي الجيري، مشكلتها إن هي بتقيد في الأراضي الجيرية نتيجة لارتفاع البي اتش، نتيجة لعلو الكربونات الكالسيوم. تمام. طيب القصة بقى اللي هي عامله لنا مشاكل جامد، ان بعض العالم او الناس بيقول لك اصل حمض الكبريتيك لما بتضيفه بيعمل هجره، عارفين هجره الذهب، بيعمل هجره للغروي بتاع الكربونات الكالسيوم، وبالتالي بيعمل لي هارد بان في الاراضي، او طبقه صمه بعد متر او اتنين طبقه صمه. اولا المعلومه ديت ممكن، انا معاك لو انا بزرع اشجار بس بعد كام سنه، دي رقم واحد. رقم اتنين، انا لو ضفته بكميات كبيرة هيحصل المشكلة دهيت، واعتقد ان يعني فيه ناس بتقولها، والله من انا بلاحظها ان هي بتتقال دايما المعلومة دي على سبيل الفزلكة يعني، او ان احنا عرفنا اللي انتم ما عرفتوهوش. تمام. انا لما بضيف، هو بيتخيل ان هو لو ضاف حمض الكبريتيك هنا، بتبص تلاقيه نزل دوب معاه كربونات كالسيوم، الغروي بتاعها يعني الدقيق جدا بتنزل تحت تحت، تقعد تكون 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 لحد ما بتعمل لي طبقه بيسموها الهارد بان، او طبقه صمه. الجذور بتاعت الاشجار بعد متر، بقى بعد مترين انت وحظك، الجذور بتاعت الاشجار بتقف لما، او بتقف لما بت ب ب ما بتقدرش تخترق الطبقه دي، وبالتالي هم دايما يتكلموا يقول لك لا، في مشكله هنا، ما تحطوش حمض كبريتيك في الاراضي الكلسيه. ولكن يعني ده لو حطيناه بكميه كبيره، لو كانت الـ 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 لو كان لو انا بزرع اشجار، وممكن ما تحصلش مع المعاملات الجيده، ان انا لو عامل صرف كويس، ممكن لو قالب بالحفار كويس ما فيش اي مشكله خالص. وبعدين لو هي حتى حصلت على متر ونص، ما اعتقدش اي قطاع ارض يعني في الجبل اللي عندنا ده بحاله هيتملي، ولكن بنكون حذرين وبناخدها في الحسبان برضو. ما قلناش حاجه اننا ما فيش اسراف في استخدام برضو حمض الكبريتيك في الاراضي دهيت، او ممكن كل شويه اعمل قطاع في التربه لو لقيت حاجه زي دهيت، ممكن اجيب حفار او اللي هو الحفار اللي هو معاه الجاك هامر ده، هو يفكك لي الطبقة ديت، مع ان يعني هي بتتصور ومتصورة كتير وجاية لنا كتير، ولكن انا لحد دلوقتي مش عارف ليه، مش عارف استساغ القصة دي، ولكن يبقى الانسان عدو ما يجهل. شكرا لحضراتكم، وبوصيكم بحمض الكبريتيك في حتى لو حطيته في الشهر مرتين ما فيش مشكلة. البيت اللي زي ده هو قلت لحضرتك حمض الكبريتيك ثنائي الغرض، كعنصر من عناصر او ثلاثي الغرض كمان، هينضف لي النقطات رقم واحد، رقم اتنين هيخفض لي رقم البي اتش بتاعي، رقم ثلاثة هو عنصر جيد لعنصر الكبريت. بوصي باستخدامه بمعدل نص كيلو للقوس عندك ال 1200، او لو انت مروم ري كتير ما فيش مشكله انك ممكن توصل للكيلو، ما فيش اي مشكله فيه، مش هيعمل للنبات اي حاجه ان شاء الله. دايما تحطه في بدايه الري، ويا ريت بعده في اخر الري تسمد عناصر صغرى
عشان ما تقيدش، وخصوصا في الأراضي اللي فيها المشاكل بتاعة الامتصاص، مشاكل عدم الامتصاص بتاع الحمض الفسفوريك أو العناصر عنصر الفسفور أو العناصر الصغرى اللي هي الأراضي الكلسية يعني. بشكركم لحسن السماع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.